بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب العشرون، باب تعارض البينتين والدعوتين. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اقتسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وفي رواية أن رجلين تدارأ في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية تدارعا في بيع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فليستهما عليها. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قد رحمه الله تعالى: باب تعارض البينتين والدعوتين. هذه أيضا مسألة مسائل القضاء، والتي تكون أمام القاضي، وهي أنه إذا ادعى مدعيان في أرض أو في دابة أو في أي شيء مما يتخاصم فيه الناس من الممتلكات ومن الدور ومن الأثاث والمتاع وغير ذلك والدواب، وكل منهما يقيم بينة على أن هذه الدابة مثلا أنها له، عندنا أن تكون الدابة مثلا السيارة مثلا أو الأرض بيد أحدهما، يعني أنت في هذه الأرض الزراعية مدة وأنت تزرع فيها وتعمل فيها كما يعمل الملاك في ممتلكاته، فقام أحد من أهل بلدك أو جيرانك أو من وادعى أن هذه الأرض له، فترافعتما أمام القضاء. صاحبك هذا يسمى هو الذي يسمى المدعي، أنت أنت الذي بيدك الأرض أنت مدعى عليه، والذي يقول إن هذه
الأرض ملكه هو المدعي. فإذا كنت مؤمن القاضي، القاضي يطلب من المدعي البينة. لاحظ عندنا عدة صور، هذه واحدة، سأتي بعد قليل بصور أخرى. إذن هذه العين المدعى بها تحت يد المدعى عليه وتحت تصرفه. فجاء ادعى شخص خارجي وقال هذه الأرض ملكي، وذهب إلى القضاء. فلما كان أمام القاضي، طبعا القاضي أول من يسأل المدعي، يقول ما هي دعواك؟ يقول دعوة أن هذه الأرض التي قد وضع فلان يده عليها هي لي وكذا. فيقول له القاضي ألك بينة؟ فيقول نعم مثلا، فيأتي بالبينة. فيقول للمدعى عليه ما تقول، ثم يدعي إما أنه ليس عنده ما يثبت المدعى عليه إلا وضع اليد فقط، فالقاضي يحكم لصاحب البينة الشهود مثلا، وذلك ليس عنده ما يدفعهم، ليس عنده ما يدفع هذه البينة، وليس عنده ما يثبت إلا وضع اليد. وضع اليد وحده لا يكفي ما دام أن هذا تبينه. على كل حال، هذه الصورة، هذه ليس فيها كما يقال ليس فيها تعارض بينات، إنما هذه بين بينة وبين وضع اليد. لو أنه المدعي عليه قال ما عندي بينة، يعني ما عندي بينة، إذن القاضي يحكم الذي بيده العين، الذي بيده العين وهو الذي يتصرف فيها من قديم ولا أحد اعترض عليه، فالقاضي يحكم له بوضع اليد ويطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين أنها ملكه ويحكم له. لكن المسألة التي هنا لا، هنا لو أنه الأرض أو العين المدعاة ليست بيد أحدهما، عند شخص ثالث، عند شخص ثالث لكنه لا يدعيها طبعا، يعني لو ادعاها اختلفت القضية، يقول لا ما ادعاها إنما هي موجودة، لنفترض أنها ليست في بلدهم، في بلد آخر، وكلهم يدعي هذه الأرض، كل واحد يدعي أنها له، كل واحد يدعي أنها له، وكل منهما أتى ببينة، كل منهما أتى ببينة. إذن هاتان البينتان، هذا هو المقصود، بينتان تعارضتا، يعني واحدة تثبت وواحدة تثبت لهذا وأخرى تثبت لهذا. فإذا تعارضت البينتان تساقطتا، بمعنى لا يأخذ بهما القاضي، يأتي بغيرها. فإذا لم يستطيع أن يأتي بها فإن القاضي يحكم بينهم مناصفة، يحكم بينهما مناصفة. وهذا هو موضوع هذه المسألة. فهو يقول باب تعارض البينتين والدعوتين. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقول هذا بعير لي وهو ملكي، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، كل واحد حضر شهود. إذا كل واحد ادعى أحضر شهود تتساقط، لأن ليس هذا أفضل من هذا ولا هذا يقدم على هذا، ليس هناك ما يرجح، إلا لو أن بمعنى تساوى البينتين. أما لو كان أحدهما لا تؤدي أو كما يقال غير موصلة، ما تعتبر، يحكم للذي بينته موصلة. لكن كلاهما يعني أتى ببينتين متساويتين، إذن القاضي يلغي البينتين وكأنهما لم توجدا. وحيث إنهما لم يستطيع أن يثبت لا هذا ولا هذا،
طبعا لا شك أنها بينهما فيقضي بينهما مناصفة، ولهذا قال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. وقد يطلب منهما اليمين من كل واحد منهما، وقد أيضا يطلب منهما أن يستحل كل واحد الآخر، كل واحد يحلل الآخر، وهذا أولى بعد ماذا فيها ملتبسة ومشتبهة، قد يطلب منهما اليمين من كل واحد، وأيضا يطلب منهما أن أحدهما يحلل الآخر حتى يكون فيه أولا حكم أو شبه يعني صلح، وأيضا حتى تطيب النفوس، وحتى أيضا يطيب الملك لهما ما دام أن كل واحدهما حلل الآخر. وعن أبي موسى في الأخرى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، الأولى كان في شهدين وهذه ليس لهم بينة، فجعلها بينهما نصفين. وحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، بمعنى أسرعوا أن يحلفوا، لما عرض عليهم بادروا أن يحلفوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. بمعنى أيضا من العدل إذا تدعى المتداعيان أمام القاضي، مر معنا أنه لابد أن القاضي يكون عادل في كل تصرفاته ومواقفه من جميع الخصوم، لا في لحظه ولا في لفظه ولا في جلوس المدعين، ويساوي في كل اللي بحيث لا يظهر منه أي حيف ولا أي ميول لا مع ولا ضد. فهؤلاء لما كان من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب اليمين، فكلهم استعدوا أن يحلفوا. فمن الإنصاف والعدل أن يقرع بينهما أيهم الذي يبدأ بالحلف، ولا يحلف من يطلب اليمين إلا بطلب، يعني لا يحلف ابتداء، لابد أن الطرف يقول أنا فضيلة القاضي أن أطلب يمينه، فلا يحلف إلا بعد طلب، سواء طلبها المدعي أو طلبها القاضي ومدعى عليه. المقصود أنه القاضي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي هنا طلب اليمين، فكلهم كل الأطراف يعني استعدوا أن يحلفوا، لأن أحيانا قد بعض الأطراف لا يستعد، يعني غير مستعد أن يحلف، فإذا لم يحلف وحلف الآخر الذي حلف يأخذها، والذي ما حلف يسمى ناكل، نكر عن اليمين يعني تراجع، قد يكون تراجع ورعا ديانة أو لأنه فعلا متردد، والآخر لأنه متأكد ومطمئن. على كل حال لا شك أن الإنسان قد يتراجع عن اليمين، فإذا تراجع يسمى نكل، إذا طلب منه القاضي اليمين ثم لم يحلف يسمى ناكل، ويحكم عليه القاضي لكن هؤلاء لا، كلهم قالوا مستعدون، كل الأطراف مستعدون يحلفوا، فلما رأهم مستعدين أسهم بينهم أقرع حتى ما يقول احلف أنت أو ابدأ أنت، لا، لأن مجرد يعني تقديم القاضي لواحد أو تأخير لواحد قد يكون فيه نوع من عدم العدالة، لأن أحيانا قد يكون العدالة بالتقديم، وقد تكون الانحياز بالتقديم وقد يكون بالتأخير. فمثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد من العدل أقرع بينهم أيهم الذي يبدأ يحلف، لما كلهم كانوا مستعدين ما قال احلف يا فلان يا أحمد ولا يا محمد، قال ماذا أنكم مستعدون جميعا
نأتي بالقرعة لنرى من الذي يبدأ. كل هذا من أجل مزيد من العدالة، حتى لا يشعر أي طرف بأن في القاضي أو أن عند القاضي حيفا وميولا، لا مع ولا ضد. ما دام أنكم مستعدون إذن نقرع بينكم من الذي يبدأ. فقال عرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، يعني بادروا ليحلفوا كل الأطراف، فأمر أن يسهم بينهم، يعني يقرع على السهم الإقراع، فساهم فكان من المدحضين يعني اقترع، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، يعني أيهم يبدأ بالحلف. وفي رواية أن رجلين تدارأ، يعني تدافع في دابة ليس لواحد منهما بينة أنها له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، يعني يقترع له دون حلفاء أحب أو كريح. ليس إجبارا أن يحلفا، لا، بمن حتى وإن لم يرغب، يعني رغب أو لم يرغب، فكره يعني لم يرغب. لأن أحيانا تقول احلف ما يبدي رغبته، لابد أن يحلف أو لا يحلف، لأنه إذا لم يحلف وأبى يعتبر ناكل. ولهذا قال أحب أو كريح، ما دام توجهت اليمين يطلبها القاضي وعليه أن يحلف وإن كان لا يرغب في اليمين. ولهذا قال أحب أو كريها، كريها بمعنى لم يرغبها، ليس كريها بمعنى أكرها، لا ما يكره على اليمين. وفي رواية تدارأ في بيع، وفي رواية الأولى تدارأ في دابة وأن تدارأ في بيع يعني مبايعة. فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كره اثنان اليمين أو استحبها فليستهما، يعني فليقترع عليها. الحاصل كما قلنا قبل قليل أنه إذا تنازع اثنان في شيء، في عين أو في دابة أو في أرض أو في سيارة أو في ممتلكات أو أثاث أو ودعا كل واحد أنها ملكه ولم يكن عندهما بينة، كل واحد ما عندهما يثبت، وكانت العين في يدهما جميعا، شوفوا إما كما قلنا قبل إما أن تكون في يد واحد وإما أن تكون عند طرف ثالث وإما أن تكون معهم جميعا، كل واحد ماسك خطام الناقة كله عندهم، فهذه بيدهما جميعا. الواقع أنها حقيقة الواقع أنه ما دام ادعي هذه الدابة مثلا كما قلنا وهي بيدهم جميعا، فالحقيقة أنه كأنهم يعني أحدهما كلاهما مدعي ومدعى عليه، مدعي في 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 جزء ومدعى عليه، لأن كل واحد يدعي أنها له وينفي عن الآخر، والآخر يدعي نفسه وينفي عن الآخر. إذا كما قلنا إن أقام بينة كل واحد منهما وتعارضت كما يعني بمعنى لابد في البينتين إذا لكي تسقط أن تتعارضا، بمعنى تتساويا، إذا تساوت البينتان أمام القضاء فالقاضي يلغيهما جميعا، يلغيهما جميعا. أما إذا لم تتساويا بمعنى تكون هذه موصلة والأخرى غير موصلة، لا غير موصلة لا تعتبر ولا يكون هنا تعارض، يأخذ القاضي بالبينه الموصلة. لكن كما قلنا إذا تعارض البينتان ولم يعني يأتي بشيء جديد فإن القاضي يحكم بينهما في هذه العين نصفين، يجعل بينهما مناصفة، وكما قلنا وقد يطلب منهما اليمين ويطلب منهما أن يستحل أكل واحدهما أن يحلل أحدهما الآخر. وكما قلنا إذا توجه اليمين فإنه يقرع بينهما
حتى لا يبدأ بأحدهما من تلقاء نفسه، وإن من باب العدالة إذا كلهم استعدوا فإنه يقرع بينهم حتى يعرف من هو الأول. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.